أهلا بكم في حلقة جديدة من كوربوفينو، ونصيحة كوربوفينو لليوم تخص أهمية السبانخ. يحتوي السبانخ على كمية حديد أكثر من اللحوم، ويوصف السبانخ عادة بأنه أكثر مصدر غني بالحديد. هو بالفعل مصدر جيد، ولكنه ليس المصدر الأفضل. عندما يقارن مع اللحم الأحمر نجد أنه يحتوي على نفس الكمية تقريبا. كل 100 جرام من السبانخ تحتوي على 2.7 ملي جرام من الحديد مقابل 2.6 ملي جرام من الحديد في الكمية نفسها من اللحوم. ولكن الفرق أن الجسم يمتص الحديد من الأطعمة الحيوانية بمعدل أعلى من امتصاصه من الأطعمة النباتية، لذا فإن السبانخ يحتوي على كمية جيدة من الحديد، ولكن الجسم يمتصه بشكل أقل من الحديد الموجود في اللحوم. لحسن الحظ أنه يمكننا زيادة امتصاص الحديد من السبانخ وغيرها من الخضروات الورقية الخضراء من خلال إرفاق الوجبة بمصدر طعام غني بفيتامين سي كالبرتقال، الفراولة، الشمام، الطماطم أو الفلفل الحلو. هذه كانت نصيحة كوربوفينو لكم، نراكم في الحلقة القادمة.